إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. إياكم ثم إياكم ثم إياكم من فخ الشيطان هو اللي بيعمله لك. يعني واضح إن يعني الواحد شغله كطبيب أو عمله في الطب ومعاملاته المستمرة مع بني البشر بتظهر قدامه أشياء كتير جدا 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 ربنا يعافينا منها. يعني دلوقتي أنا في مريض عندي عملت له حقنه وتردد حراري وتسليك بالأسطرة اللي هو الحاجات اللي احنا بنعملها، والمريض ده عدى. طبعا احنا بنعرف بعد مرور شهرين، اللي بيعدي عليه شهرين نقول 3 شهور وما استجابش للعلاج يبقى خلاص ربنا لم يوفقنا ليه وما استجابش للعلاج بتاعنا، هو من 30% اللي مرتاحوش. لو عدى شهرين وبندي شهر كمان 3 شهور وابتدى الألم يقل والأمور تتحسن يبقى ده من 70% اللي ربنا من عليهم بالشفاء. خلاص الموضوع مفهوم وواضح مفهوش أي مشاكل. بعض المرضى اللي بيجوا عندنا بيكون ما شافش مرضى قبل كده، يعني هو يعني استغفر الله العظيم ما شافش مرضى فشلنا معاهم، انا فشلت معاهم في العلاج او عملت لهم العلاج بما يعني اوكي وربنا لم يمن عليهم بالشفاء، فيبتدي ان هو ياخد فكرة ان الدكتور محمد يسري ده يعني ما حصلش ما ينفعش. دي حاجة انا ما كنتش اعرفها، دي حاجة انا ما كنتش اعرفها ان هو ممكن يعني يفتتن بشخص يعني. فالمهم ان هو عمل حقن واحد، عمل حقن وتردد حراري من بلد معينة من دولة معينة من قرية معينة، وبعدين لقينا بيبعت لنا بعد شهرين فبيقول الله انا ما ارتحتش، ده الحقن وتردد حراري ما جابش نتيجة، ده انا ما استجبتش. فقلنا له طب خلاص خد فرصة زي ما بنقول لمعظم الناس، خد فرصة كمان شهر بالعلاج، لو مرتحتش يبقى خلاص قدر الله ما شاء فعل وخلاص. فازاي ده انا مريت على قرايبي اللي الدكتور محمد عمل لهم الحقن والتردد الحراري هم مستغربين جدا، ازاي الدكتور محمد هو اللي عمل لك بنفسه، هو اللي عمل لك بايديه، تقولش ايدين المسيح يعني، هو اللي مش عارف ايه. ومريت على الدكاترة اللي عندنا وقالوا لي مستحيل، ازاي يعني انت رحت عند الدكتور محمد وعمل لك الحقن والتردد وما جابش نتيجة؟ يعني انا مش قادر اتخيل ان في ناس في القرن اللي احنا فيه ده ممكن الشيطان يخدعهم الخدعة دي. يا سيدي الفاضل اللي يا جماعة شافوا مرضى انا عملت لهم الحقن والتردد الحراري وربنا اكرمهم ومن عليهم بالشفاء، ان شاء الله تشوف مليون مريض، لازم تبقى عارف اني انا عندي مرضى لم تشفى، فاهم قصدي؟ وان اللي شفيه ربنا هو اللي شفاه مش انا اللي شفيته، واللي لم يشفى ربنا هو الذي لم يقدر له الشفاء. لكن ان حضرتك تفكر ان دكتور او شخص او انسان بشر زيك ربنا خلقه من طين من الارض زيك وان هو مادام عمل لك لازم هتخف، يبقى انت مش متعلق بصاحب الشفاء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، انت متعلق بالدكتور الغلبان اللي لو ربنا ابتلاه بمرض مش هيعرف يعالج نفسه. ف يعني مش عايزين بقى نتكلم في قصه اصله ايمان وغير ايمان وكده، اللي الذي لا يؤمن غبي غبي، يعني اللي لغايه النهارده ما يعرفش ان الشفاء بايد ربنا بس، وان الدكتور يا دوب اهو بيعمل شغله عشان يسترزق وياخد نصيبه من الرزق والبتاع وخلاص تمام، واللي هو بيعول على الموضوع اكتر على الشخص الطبيب او على العلاج، يقول لك ده علاج حديث، ده دكتور شاطر. ماشي انت اخدت بالاسباب، لكن لو حضرتك فاكر انه عشان شاطر لازم هتخف فانت غبي انك تشرك بالله في الزمن اللي احنا فيه ده بعد ما المشركين ماتوا وخلصوا خلاص تمام، يعني ما بقاش فيه مشركين اغبياء في الزمن اللي احنا فيه، فعيب نبقى احنا مسلمين او مسيحيين مؤمنين بالله ونقع في الفخ ده اللي كان بيقع فيه الإنسان الأول من مئات السنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.